السلام عليكم. ما زلنا مع الأفراح، أفراح الزمالك هتكون دايما إن شاء الله. الفوز امبارح بعد غياب 33 سنة غياب إن احنا ناخد دوري وكأس مصر في الطايرة بعد غياب طويل من عام 89، لكن استطاع أبطال الزمالك إنهم يعملوها، وإن شاء الله لا يتوقف هذا الأمر ويستمر نجوم الزمالك والمجموعة اللي قدرت تعمل هذا الإنجاز في المواسم القادمة، ويسيطر الزمالك ويسطر، يسيطر ويسطر تاريخ إن شاء الله أكبر مما فعله من قبل، واللي جاي إن شاء الله يبقى أفضل. صحيح إحنا ممكن ما نشاركش في إفريقيا بسبب اللوائح اللي بتتغير، في شيء مؤسف جدا إنه الاتحاد الإفريقي، ودي مشكلة إفريقيا بصراحة، قرارات غريبة. يعني يبقى في مارس يقرروا يلعب ثلاث مباريات يشارك، وبعدين قال لك لا لازم يلعب ثلاث اشهر، والكلام ده في مارس يقول لك ثلاث مباريات، وبعدين يجي في 15 ابريل يعدلوا اللائحه لانه لازم يكون فات عليه ثلاث اشهر. فطبعا اللعيبه اللي جوهم الزمالك جدد، جوا ويوسفاني ورضا هيكل، مش هينفعوا يشاركوا، وهم قوه ضاربه زي بالظبط كده الارسال الساحق في كرة الطايرة، هم قوة ساحقة أدت اللي احنا شفناه، بالإضافة طبعا للمجهود اللعيبة الباقية. لكن لما تروح بطولة إفريقيا بتروح عشان تاخدها، مش عشان تتفرج عليها، عشان تحمل الكأس، مش عشان حاجة تانية. ومن ثم الزمالك ممكن ما يدخلش إفريقيا عشان الإيه؟ الأخطاء بتاعة الاتحاد الإفريقي لكرة الطايرة. لكن أنا أعرفه إن الزمالك قدم طلب وشكوى يعني واعتراض على هذا الأمر، ممكن يتوافق، ممكن يبقى في قرارات اخرى. لكن الحقيقه ان الزمالك عمل اداء مميز جدا، وان شاء الله نكمل ده في السله. صحيح احنا خسرنا مباراتين من اصل ثلاثه، لكن ان شاء الله نقدر نكمل المشوار ونفوز الثلاث ماتشات اللي جايين على الاتحاد السكندري في السله، رغم انه فريق كبير طبعا وقيمه كبيره مع الزمالك. هما الاثنين، الزمالك والاتحاد السكندري، هما اكبر ناديين قولا وفعلا وبطولات في كره السله. فهم الاثنين يعني نهائي مبكر، السنه اللي فاتت والسنه دي. السنه اللي فاتت كان الزمالك، السنه دي ممكن يبقى الاتحاد. لكن ان شاء الله لعيبه الزمالك تبقى رجاله ويعني يصحوا ويفيقوا سريعا وياخدوا الثلاث مباريات اللي جايه ان شاء الله من الاتحاد السكندري، ونصعد للنهائي الدوري ان شاء الله زي ما خدنا اليد والقدم وكل حاجه. كل ده بيثبت اللي انا بقوله امبارح وبقوله اول امبارح وهقوله بكره وهقوله بعده. الزمالك نادي كبير، نادي بطولات، وكلمة بطولات هو نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ما حدش قال نادي كرة القدم لنادي الزمالك، لا، كرة القدم هي اللعبة الأهم، اللعبة الأشهر، هي في قلب كل زملكاوي لا شك، لكن برضو الألعاب الأخرى الزمالك صاحب اسم كبير فيها، سواء سلة وطايرة ويد، تاريخ. وفي القدم بلا شك برضه، وعشان كده لازم طول الوقت نبقى عارفين قيمة النادي. وقيمة النادي هنا مش بس عند جمهوره اللي بيمشي وراه في كل حتة، يعني بنشوف ازاي الجمهور الزمالك بيتابع بقلبه وبعقله وبوجدانه وبعواطفه المباريات الزمالك في الصلاة. بنلاقي بالبعض في الأندية الأخرى المنافسة للزمالك بتعمل بقى زيها، ويجتمعوا باللعيبه ولهم ما تزعلوش واللي جاي كويس ومش عارف ايه وبتاع، ويصرفوا الاف المؤلفه ويمكن ملايين عشان يعرفوا ياخدوا بطولات زي الزمالك. مش مبالغه والله بقول، بياخدوا بطولات زي الزمالك، وخصوصا في كره السله، وخصوصا في كره السله. لكن هذا لا يمنع ان من حق كل الانديه تتنافس تنافس شريف، وده المهم، ويبقاش في ضغوط في سواء بقى من التحكيم هنا، ونشوف اعضاء مجالس اداره يختلفوا مع اعضاء مجالس اداره المنافسه لنادي الزمالك بيختلفوا مع اعضاء مجلس اداره الاتحادات في مشهد كده لا يليق، مش هتكلم فيه دلوقتي يعني، هيجي وقت ونتكلم. لكن الاهم ان المشهد اللي انتم شايفينه ده في فرحه، في سعاده عند جمهور الزمالك بفريق الطايره، والحقيقه مره تانيه وتالته ورابعه اللي ما بيشوفش كرة طايرة كتير يتفرج يستمتع. كرة الطائرة من الألعاب الجماعية الممتعة بمعنى كلمة ممتعة، فيها فنيات
رهيبه وكبيره وكبيره بمعنى كلمه كبيره، وكمان فيها حاجه مش في كل الالعاب الجماعيه، انه مفيش تلاحم بين المنافس. في كره السله، في اليد، في القدم لا شك فيه. اليد البعض يقول لها اعنف الالعاب الجماعيه، لكن في كره الطايره زي ما انتم شايفين في فصل كده على طريق الشبكه، لكن باداء فني رائع يعني. وطبعا زي ما انتم شايفين احمد مرتضى منصور على الشاشه اهوت، يعني محب ومشجع وعضو مجلس اداره ومشرف على العاب الصالات، وقدر يعمل حاجه خلال يعني 60 يوم تقريبا او اقل، انه يقدر يعمل حاجه في ملف كره الطايره، وان شاء الله يعملوا في ملف البال افريقيا برضو في كره السله، يتعمل ملف كويس ولعيبه كويسه، وكره القدم تدعيمات قادمه ان شاء الله في الكرة القدم الموسم الجاي. وده ياخدنا على طول الى كرة القدم. ارجعوا بقى، نروح بقى لكرة القدم. طبعا انتوا عارفين ان ادارة الزمالك عندها مجموعة من الافكار الخاصة بتعديل جزء من عقود اللعيبة او كل اللعيبة اللي فيها ما بين شروط جزائية وبنود خاصة، وفي محاولات دايرة دلوقتي لكنها بتنجح، وأول الناجحين معهم هذه المحاولات هو يوسف إبراهيم أوباما. هذا اللاعب الزملكاوي قلبا وقالبا، كل من يعرف يوسف أوباما يعرف أنه زملكاوي، صحيح زملكاوي أصيل يعني، لكن صحيح جمهور الزمالك ساعات بيغضب منه شوية، لكن لازم نقدر فيه زملكاويته ونقدر فيه اجتهاده ونقدر فيه أنه هو بيهتم بتنفيذ رغبات النادي. فالنادي طلب منه تعديل بعض البنود الخاصة في عقده، في عقده الجديد اللي عمله في ديسمبر 2020 أو ويطلق عليه شتاء يناير 2021 أيام كان اللواء عماد عبد العزيز هو متولي مسؤولية نادي الزمالك. وفي فترة دي الزمالك جدد لأحمد فتوح وجدد لشيكابالا وجدد لمحمود عبد الرحيم جنش، وكان أوباما الرابع بتاعهم. وفي بعض البنود ما عجبتش او مش ما عجبتش، اداره الزمالك مستشار مرتضى راى ان هي لا مش مقبوله بالنسبه له ولا مقبوله بمجلس اداره الزمالك، ومن ثم لازم نعدل فيها. حصل تواصل مع اللاعب، اللاعب بكل يعني سماحه كده وهدوء وافق، وخلاص الاجراءات التعديل شغاله. وده يثبت قد ايه انه اوباما زملكاوي وبيحب النادي، وما النادي طلب منه حاجه وهي في مقدوره عملها على طول دون اي مواربه، ودي حاجه لازم يعني نحترمها في اوباما ونقدرها. وانا متاكد ان كل اللعيبه اللي في تعديلات في عقودها او تعديلات بمعنى صح في بعض من بنود عقودها ان شاء الله واحد ورا الثاني، وادي اوباما بدا بكره بعده لا اسم ثاني بعده لا اسم ثالث وهكذا، شوف عدد هم ثلاثه اربعه يعني مش اكتر من كده اللعيبه اللي فيهم بنود يعني تتغير، لكن ان شاء الله القادم افضل. صفقات الزمالك في الموسم اللي جاي يعني مش هقول أبشر جمهور الزمالك بصفقات قوية، أنا مش فكرة أبشر، هي فكرة يقين إن الزمالك خلال السنوات الأخيرة في كرة القدم بيعمل صفقات قوية فعلا، أسماء كبيرة ومميزة سواء محلية أو أجنبية، وعندنا فرجاني ساسي مثال، وعندنا بن شرقي مثال، وكان حمدي النجاز مثال قبل ما يعمل اللي عمله ده، كلها اسامي محترمه جدا وقويه، وفي نفس الجوده بتاعتها لا شك اللي جاي هيبقى كده ويمكن يبقى اكتر كمان، نتمنى طبعا. لكن الملفات بتاع الصفقات الجديده موجوده وشغالين فيها اداره الزمالك وامير مرتضى، لكن طبيعي انه ما يبقاش في اعلان دلوقتي لسه طويل. الزمالك قدامه يعني احنا الزمالك اول الدوري ولعب 15 مباراة من أصل 34، لسه بدري قوي لسه كتير، فطبيعي جدا الكلام على موضوع الصفقات والحاجات دي ما يبقاش معلن دلوقتي. إن كان طبعا إحنا عكس العالم أجمع، العالم بمعنى كلمة العالم تمام، العالم اللي هو في مستوى مناخنا يعني ومستوى القارات القديمة زي ما بيقول اللي هي اسيا واوروبا وافريقيا، بتبدا في سبتمبر وتنتهي في مايو، احنا بدانا في اكتوبر بس هنخلص في اغسطس، ده اذا خلصنا في اغسطس
عشان التأجيلات. ما هو التأجيلات ده هتفتح أبواب حاجات تانية كتير، لكن هنتكلم في كل حاجة. ده يقول إن الصفقات على طول محتاجة إن هي الزمالك بيشتغل عليها، لكن مفيش إعلان دلوقتي رسمي. ممكن تسمع كلمة من هنا على كلمة من هناك، أوكي، لكن رسمي مفيش أي حاجة. طبيعي لأنه في نهاية الموسم يبقى فيه، لأن في لعيبة موجودة، لعيبة لازم تجتهد، لازم تلعب، تأدي ما عليها، وهم بياخدوا رواتب بالنادي الزمالك، فمن ثم لازم يشتغلوا ويجتهدوا. وقبل ما حتى يبص على الفلوس لازم يعمل حاجة لنفسه ويكبر من اسمه. اما ياخد دوري موسمين ورا بعض كلاعب، دي حاجة مهمة في السي في بتاعه وترفع من قيمته، سواء كان هيستمر في نادي الزمالك او هيرحل. ففي دايما لازم نظرة اللاعب يبقى باصص لنفسه شوية، مش باصص لفكرة الفلوس، لا، باصص لنفسه ولتاريخه، اسمه. بعد ما اصله اللاعب الكرة مهما طول في الملاعب هيجي عند 34 35 سنة وهيمشي، لكن هيبقى قصاده 35 سنة ولا أكتر إن شاء الله، يعني ربنا يديهم الصحة والعمر جميعا، في الحياة بره كرة القدم وبره الملعب. فالتاريخ هو اللي بيصنع. بتيجي هنا ضيف نادي الزمالك، جمهور يقابلك في الشارع يتكلم معاك بتاريخك بقيمتك في نادي الزمالك. في لعيبة سابت نادي الزمالك وراحت أندية أخرى، لكن لسه جمهور الزمالك بيتعامل معاها باعتبارها لعيبة في الزمالك. هنا بنجيبهم في قناة نادي الزمالك مع انهم ساووا الزمالك وما ختموش حياتهم كمان في الزمالك، لكن لهم عملوا حاجه للزمالك. عملوا حاجه للزمالك. فعشان كده طول الوقت لازم اللاعب يبقى عنده التفكير ده، يعمل حاجه لنفسه وللنادي، لانه نادي الزمالك تاريخ وكتابه كبير قوي وبيتكتب فيه ناس كتيره جدا، وفي صفحات يكتب فيها كلام على ان اللاعب ده ما قداش، وفي صفحات تكتب فيها على اللاعب ده عمل المطلوب منه واجتهد وحافظ للزمالك على البطولات وساعد الزمالك في البطولات وخد بطولات. دي ده التاريخ. التاريخ هو اللي بيتكلم. التاريخ بعد السنوات كلها نرحل، والتاريخ المكتوب ده، ودلوقتي بقى تاريخ مكتوب ومشاهد، صوت وصوره زي ما بنقول، واضح، هو اللي هيقول. فلازم تجتهد وتحاول تعمل حاجه لنفسك. والله بتكلم لنفسك حتى قبل ما اقول نادي الزمالك، هتستفيد وبالتالي الزمالك هيستفيد. فكروا طول الوقت، وانا قلت لكم سالح في هذا الامر ولن امل في ان انا اوجه كلامي للاعيبه نادي الزمالك في كره القدم. الموسم ده مهم ليكوا، مش مهم لينا احنا كجمهور، لا، مهم ليكوا انتوا، ترفعوا من قيمتكم وتاكدوا على ان انتوا ابطال الدوري، وان انتوا ما كانتش طفره ولا امر استثناء، لا، ده باجتهاد وبجهد وبرغبه منكم كلعيبه. في مدير فني محترم جدا موجود في نادي الزمالك، ومجلس اداره داعم، لكن ما هم مش عايزين يلعبوا. يعني لا مجلس اداره، مش عارف منصور مش عايز يلعب في الملعب، ولا امير ولا فيريرا، انتوا اللي هتلعبوا، لكن هم هيوفروا لكم كل الامور اللي تساعدكم ان انتوا تنزلوا ارض الملعب وتلعبوا. عشان كده طول الوقت اذكركم بفكره ان انتوا بتكتبوا تاريخ لنفسكم، تسطروا تاريخ زي جيل 2003 و2004 اللي خد الدوري مرتين ورا بعض، مسطور في تاريخ الزمالك، زي اللي خدنا 2002 افريقيا، اخر افريقيا خدناها 21 سنه في غياب مؤسف للزمالك. انتوا كنتوا ممكن تعملوا حاجه، لكن مرت ثلاث مرات نهائي 2020 ما عرفتوش تعملوا، وصلتوا نهائي ولم توفقوا، خرجتوا من دور المجموعات في السنة اللي قبل اللي فاتت والسنة دي، وده مشهد أتمنى يعني إنه ما يحصلش تاني. وأكيد في لعيبة منكم هتستمر. في نفس الوقت طبعا الزمالك عنده مجموعة من المعارين يعني، والمعارين دول قرارات إعادتهم لنادي الزمالك يتوقف على مستواهم الفني في انديتهم وقرار فيريرا. وممكن لو فيريرا ممكن مش محتاج واحد ولا اتنين، ممكن يدخل فيه صفقات تبادليه. ده الكلام يعني المنطقي والطبيعي جدا. ان شاء الله هيبقى فيه صفقات كويسه جدا جدا خلال الفتره اللي جايه. عاوز اتكلم عن حاجتين قبل ما اطلع للفاصل، وهو التحكيم والكابتن ايهاب جلال. ما تخافوش، مش بقول حاجه عن التحكيم تخوف يعني.
هقول بس للكابتن عصام عبد الفتاح وحضرتك رئيس لجنه الحكام، النهارده قبل الفطار كابتن جمال علام رئيس اتحاد الكره قال ان اسره لجنه التحكيم مش على قلب رجل واحد. عاوزين اجابه من حضرتك. اما قال انه راضي بنسبه 70% على مستوى الحكام المصريين. غضبان ان الحكام المصريين مش موجودين، مفيش واحد فيهم موجود في كاس عالم اللي جاي كحكم. كل دي محتاجه اجابات من حضرتك. حضرتك مسؤول في الاتحاد المصري، رئيس لجنه حكام، مسؤول في لجنه الحكام الافريقيه، مسؤول في لجنه حكام في الاتحاد العربي، مسؤول في لجنه حكام الاتحاد شمال افريقيا. عاوزين نعرف ليه؟ اما يطلع الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره يقول الكلام ده، طبيعي جدا الاقي بيانات من انديه بتتكلم على ان انا عاوز تحكيم اجنبي. اذا كان رئيس الاتحاد بيقول كده، انا مش مقتنع باداء الا 70%، وانه ازاي التحكيم المصري مش موجود في كاس العالم، وان اسره التحكيم مش على قلب رجل واحد. انا مفروض انا كنادي ما اسمع رئيس الاتحاد بيقول الكلام ده، اعمل ايه؟ اطلب حكام اجانب. منطق. اذا كان رئيس الاتحاد بيقول كده مش واثق هو نفسه في التحكيم، ويقول انه الحكام المصريين ما ينفعش يحكموا مباراه القمه. حكموا على فكره اخر 3 مباريات قمه كان تحكيم مصري وحصلش حاجه، ومر الامور، فاز اللي فاز وخسر اللي خسر، ومرت الحكايه ومحدش زعل من حاجه. فانت بتتقدم وتدي ثقه لحكامك ولا بتضيع حكام؟ بتقول ككابتن جمال علام ان انت زعلان ان مفيش تحكيم مصري في كاس العالم. اذا كنت انت لا تثق في التحكيم المصري، لا تثق ان هو يدير الدوري المصري، لا تثق انه يدير مباريات القمه، عاوز الاتحاد الافريقي يثق ليه؟ عاوز الاتحاد الدولي يثق ليه؟ اذا كنت انت لا تثق، انت مش واثق. يعني الاستاذ جمال علام لا يثق في التحكيم، يقول انه راضي بنسبه 70%، يعني نحمد ربنا انه قال 70%، ما قالش اقل من كده، وان اسره التحكيم فيها مشاكل. وايه ده؟ ده رئيس اتحاد. وحازم امام في تصريحات اذاعيه من امبارح اتكلم انهم بيفكروا يجيبوا محاضرين دوليين يعلموا يعني يدربوا الحكام من الاسماء الكبيره يعني في اوروبا، ونادي الاهلي بيطالب بتحكيم اجنبي. كل ده والدوري لسه احنا بنتكلم في الاسبوع ال 15 وال 16. الدور الاول اساسا مخلص. الدور الاول اساسا مخلص. فاحنا بنفكر في ايه؟ ده معناه على طول انه انا بقول لكم ستروا اخطاء تحكيميه كبيره جدا خلال الفتره الجايه. لانه لا ثقه في التحكيم. من اول رئيس الاتحاد، اذا كان رئيس الاتحاد المصري اللي المفروض حتى لو مش واثق ما يقولش كده، عشان الانديه ما تقلقش، والانديه ما تتوترش، والانديه تبقى واقفه على الواحده للحكم، بيقول كده. خطا كبير. خطا كبير. زي الخطا اللي عمله برضه استاذ جمال علام في موافقته على ان الكابتن ايهاب جلال يكون مدير فني لبيراميدز في مباراتين مازيمبي، فيخرج البيراميدز قدام مازيمبي فيتحمل المسؤوليه المدير الفني لمنتخب مصر، ان هو اللي خرج بيراميدز من البطوله، ويتكلموا الناس عن اخطائه الفنيه وادارته الغلط. هو ده اللي كان جمال علام عايزه؟ اشك. مش كده برضه؟ ولا حضرتك كنت عايز كده؟ فصل ونواصل ان شاء الله. اهلا بكم مره تانية. النهارده كان في مباراه بين غزل المحله وفاركو وانتهت 1-1، وبرده سموحه ومصر المقاصه انتهت بفوز سموحه 1-0، وفيوتشر والجونه وانتهى بفوز فيوتشر 3-2، وبكره ان شاء الله الاسماعيلي وانبي
والمقاولون العرب والاتحاد السكندري والبنك الاهلي وايستر كامباني، ويوم الاربع الاهلي وطلائع الجيش وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، والخميس الزمالك والمصري البورسعيدي. جدول الدوري طبعا زي ما انتم عارفين، الزمالك في المركز الاول ب 35 نقطه، الاهلي في المركز الثاني ب 31 نقطه، بيراميدز في المركز الثالث 29 نقطه، سموحه رابع، فيوتشر خامس، فاركو سادس، غزل المحله سابع، المصري ثامن، البنك الاهلي تاسع، طلائع الجيش العاشر، الجونه 11، انبل 12، الاتحاد السكندري في مركز يعني غريب جدا عليه الفتره دي المركز ال 13، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، الاسماعيلي في المركز ال 16، مصر المقاصه 17، ايستر كامباني في المركز ال 18. وطبعا لسه بدري قوي على انه يبقى في يعني معرفه لمين يهبط او مين لا يهبط، لكن خلاص الدور الاول قرب ينتهي. احنا في انديه لعبت 16 اسبوع، اصلها اسبوع واحد في الدور الاول يعني، في انديه ثانيه 15 اسبوع، في انديه ثانيه 13 اسبوع، وفي انديه ثالثه 12 اسبوع. تعالوا نروح لاخبار الزمالك. والنهارده كان في تدريبات، عقد البرتغالي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك جلسه مع اللاعبين في حضور جهازه المعاون قبل اطلاق تدريب النهارده الاثنين على ملعب لطيف ابو رجيله. خلال هذه الجلسه طلب فيريرا من لاعبي الزمالك التركيز استعدادا للمباراة المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات بالدوري، ومنح لعيبة بعض التعليمات الفنية تم تطبيقها في التدريبات. وطبعا زي ما أنتم عارفين أن الزمالك يستعد لمواجهة المصري البورسعيدي في استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة ال 16 لمسابقة الدوري الممتاز، والزمالك طبعا يتصدر الدوري من ب 35 نقطة من 15 مباراة. في نفس التدريبات طبعا الجهاز الفني للزمالك وفيريرا خصصوا فقرة تدريبية بدنية في بداية المران استعدادا للقاء بتاع المصري، واندري فليب مخطط الاحمال قاد هذه الفقرة تضمنت تدريبات بدنية متنوعة وسباقات سرعة وقفز من فوق الحواجز، بالاضافة الى تدريبات نقل الكرة من لمسة واحدة. في نفس الوقت برضو فيريرا عمل فقرة فنية خلال هذا التدريب، حيث ركز على تدريب اللعبة استغلال العرضيات والتسديد من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة لجوانب خططية أخرى. طبعا العرضيات والخارج منطقة الجزاء الزمالك يعني يقدر يكونوا دول أوراق رابحة ليه إن شاء الله في اللي جاي من مباريات. في نفس الوقت اللعيبة خاضوا التدريب وتقسيمة قوية في منتصف الملعب النهاردة، وكان ده بسبب حرص فيريرا على توجيه اللعيبة خلال التقسيمة. عمل التقسيمة دي عشان يعمل التوجيه، يوجههم على الاخطاء اللي بيحصل ويوقف التدريب ويشرح لهم الاخطاء او التقسيمه، لان دي طبيعه فيريرا. هو راجل ما بيستناش يشرح بعد ما الغلط يحصل، اول ما الغلط يحصل يوقف ويشرح ويوضح عشان اللعيبه ما تغلطش تاني، ولو عدت ده ولقى خطا جديد في حاجه تانيه يوقف، وهكذا. لان هو مبداه انه لازم التدريب يبقى طالع اللعيبه كلها عارفه اللي عليها واللي ليها، ما لها وما عليها. يعني عارفين انتوا ما لها وما عليها، دي لعيبه تبقى عارفه بتعمل ايه في الجزء الهجومي والجزء الدفاعي والتحركات. كل مره يوقف، حتى لو انت النهارده عملتها صح وجيت بكره عملتها غلط يوقف، يقول لك انت بقى عملتها صح والنهارده غلط. لكن هو ده اداؤه على فكره. كل اللي تعاملوا مع فيريرا في الولايه الاولى بيتكلموا عن كده. راجل معلم بيوقف ويصحح الاخطاء في التدريبات، ما بيستناش، ما بيشرحش بعد ما ينتهي الموقف، في لحظتها على طول. وفي نفس الوقت برضه فيريرا قرر انه الزمالك هينتقل الى الاسكندريه يوم الاربعاء ان شاء الله قبل الافطار، ثم يتدرب بعد الافطار في فندق الاقامه يوم الاربعاء، وطبعا يوم الخميس ان شاء الله تعالى تكون المباراه بتاعه نادي الزمالك. نروح بقى لحاجه كده اتكلم فيها ثواني يعني او دقائق، الله اعلم. ان رابطه الانديه قالت ان انتهاء الدوري في سبتمبر. امتى في سبتمبر؟ الله اعلم، بسبب النسخه الماضيه لكاس مصر. مش عارف ايه النسخه الماضيه دي، هو النسخه اللي ما لم تكتمل، اللي الكابتن احمد مجاهد ما كملهاش، الله اعلم ليه. وهي مباراة الأهلي وبيراميدز، أدي مباراة الزمالك وأسوان، أدي مباراة،
والفائز من الاهلي وبيراميدز مع بتروجيت ادي مباراه، الثلاث مباريات ومباراه رابعه النهائي. ليه ما اتلعبتش؟ الله اعلم ليه ما اتلعبتش، دي قصه تانية. لكن قال ايه بقى؟ ان ده الاربع مباريات دي هي اللي هتخلي الدوري بدل ما يبقى في 31 اغسطس ينتهي في سبتمبر، 30 يوم في سبتمبر، الله اعلم هينتهي امتى؟ في سبتمبر، في اول اسبوع مثلا، ولا في تاني اسبوع، ولا في تالت اسبوع، ولا في رابع اسبوع، محدش عارف. لكن في نفس الوقت لجنه الانديه ما قالت لناش هو هيبقى في تاجيل مباريات تاني؟ يعني دلوقتي الزمالك خرج من افريقيا ما عندوش تاجيل مباريات، وبيراميدز عنده ماتشين مؤجلين يلعبهم، ونفس الشيء المصري. طب النادي الاهلي عنده ثلاث مباريات مؤجله، والنادي الاهلي صعد الى قبل النهائي، هل هيتم تاجيل برضه مباريات ليه ولا لا؟ ما هو ده هيؤثر على الصياغه دي بتاعت سبتمبر، الله اعلم ممكن تبقى في اكتوبر المنطق ده. وبعدين كاس مصر هيخلص امتى؟ اذا كان الدوري هنخلصه في سبتمبر، طب كاس مصر الجديد القديم بقى اللي اخرنا لسبتمبر، طب الجديد؟ ها الجديد حد يسمعنا صوته يعني يقول لي طب الجديد هيخلص امتى؟ طب حد ينزل جداول الدوري ويقول لي الدوري الزمالك هيلعب امتى بعد ماتش ايستر كامبلي؟ هنقعد كتير؟ هل بكره مثلا؟ بكره بعده نسمع ده؟ قبل يوم الخميس حتى؟ قبل اجازه العيد؟ عشان اجازه العيد اسبوع فهتطول شويه. فكل دي امور محتاجه، لا اي مدير فني في العالم عاوز يعرف هو هيلعب امتى يا جماعه؟ ما ينفعش كده، مش بنتفاجئ احنا، يعني مش بيصحى من النوم يتخض، انت عارف اللي بيجي بخ كده، ما فيش بخ دي، ما ينفعش في علم التدريب بخ، بخ دي ما تنفعش. لازم المدير الفني يبقى عارف هو عنده ايه وهيلعب ايه وامتى ومع مين. واتمنى اتمنى اتمنى ان ما يبقاش المباريات المؤجله والاسابيع تتلخبط، يعني نعمل لها هات وخد كده في الكوتشينه يعني. اما نشوف. طيب اتحاد الكوره برضو قال لنا انه هيتعاقد مع شركه اسبانيه لتطوير تقنيه الفيديو. ما قالناش هو ايه المشكله عشان يطورها. يعني ما عنديش مانع انه يطور، بس يقول لي هي ايه المشكله اللي هيطورها؟ او ايه الابديت اللي هيحصل؟ يعني بس سطرين مش اكتر، انا مش عاوز حاجه على فكره. في نفس الوقت برضو اتحاد الكوره قال لنا انه لن يتراجع عن تأييد كابتن ايهاب جلال. هيتراجع ازاي وليه؟ هو في حاجه منعت انه يتراجع؟ او يعني تخليه يتراجع؟ مفيش. محدش ضامن ان نتائج يعني الكابتن ايهاب مع بيراميدز يعني، فمش هي دي اللي هتأثر. كان طبيعي انه زي ما قلت لكم في البدايه لو ما كانش يبقى الكابتن ايهاب اساسا بيدرب بيراميدز في الماتشين بتوع مازيمبي. اما فخر العرب محمد صلاح فيورجن كلوب قال لنا ان صلاح صاحب فضل كبير في الفوز على ايفرتون، وانه التمريره بتاعته دي هي اللي حلت الموضوع، ولولاها كنا بنسال دلوقتي على اسباب التعادل بين ليفربول وايفرتون. فخر العرب وفخر مصر ان شاء الله دايما كده رافع رايتنا يعني. فاصل، وبعد الفاصل هنلتقي بالمحلل الرياضي علاء عطا، واعتقد ان شاء الله انها تكون فقره مميزه جدا. لم يكن لقب ملوك الصلاة وليد الصدفة أو شعار زائف يرفعه أنصار وعشاق الزمالك، بل حقيقة على أرض الواقع يعلمها ويؤمن بها الجميع بلا استثناء. الزمالك صاحب التاريخ العريق والباع الطويل في ألعاب الصلاة، سيطر بالطول والعرض على الألقاب المحلية والقارية، وكان وما زال خير ممثل للرياضة المصرية في المحافل العالمية. كوماندوز اليد كان لهم السيطرة على اللعبة محلياً وقارياً بعدد لا حصر له من الألقاب، بلغ الرقم 66 بواقع 19 لقباً للدوري و16 بكأس مصر و6 بالسوبر المحلي وثلاثة ألقاب بكأس التفوق و23 لقباً إفريقياً. اعتلى بهم الكوماندوز قمة الأندية في القارة السمراء فضلاً عن لقبين عربيين وتمثيل مبهر لكرة اليد المصرية في أربع مشاركات بكأس العالم للأندية. أما عن كرة السلة فحدث ولا حرج، أبطال القارة السمراء وأول فريق إفريقي يحقق لقب الأندية أبطال الدوري تحت رعاية NBA.
في مايو الماضي، وأبطال لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، و32 لقبا متنوعا يكشف عن عراقة اللعبة داخل القلعة البيضاء وصعودها المستمر على منصات التتويج. وبالنسبة للكرة الطائرة، أحد الألعاب التي يمتلك فيها الزمالك الريادة منذ قديم الأزل على المستويين المحلي والقاري ب50 لقبا متنوعا، كان آخرها لقبي الدوري والكأس على حساب الأهلي في الموسم الجاري، والجمع بينهما للمرة الأولى منذ عام 1989، واستعادة الأفراح والأمجاد داخل أرجاء ميت عقبة. ملوك الصلاة في اليد والسلة والطائرة يحلقون ب146 لقباً متنوعاً يعتلون به عرش الرياضة المصرية والإفريقية، وإنجازات تدعو لفخر واعتزاز كل عاشق للزمالك. عقبة جديدة يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اجتيازها في رحلة الحفاظ على درع الدوري الممتاز في الموسم الجاري، حين يواجه نظيره المصري البورسعيدي مساء الخميس المقبل. يدخل الزمالك المباراة وهو على قمة جدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بينما يحل المصري سابعا برصيد 19 نقطة. وتحمل مواجهة الزمالك والمصري الرقم 121 عبر تاريخ لقاءاتهما سويا في الدوري الممتاز، كواحدة من أعرق مباريات الكرة المصرية، والتي كانت بمثابة قص شريط المسابقة في أولى مواسمها في عام 1948. وعلى مدار 120 مباراة جمعت الزمالك والمصري في الدوري الممتاز، كان لفرسان ميت عقبة الغلبة من خلال تحقيق 72 انتصارا مقابل 20 لأبناء بورسعيد، و28 تعادلا حسم الموقف. وأمطر نجوم مدرسة الفن والهندسة الشباك الخضراء ب195 هدفا مقابل 87 زيارة من قبل الفريق البورسعيدي للمرمى الأبيض. ويعتلي نجم الزمالك السابق علي خليل قمة هداف مباريات الفريقين بالدوري برصيد 11 هدفا. 8 أكتوبر من عام 1965 كان شاهداً على الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، حيث دك الزمالك شباك الفريق البورسعيدي بسداسية نظيفة حملت توقيع كل من نبيل نصير وفاروق السيد وعبد الكريم الجهري ويكن حسين، وهدفين للثعلب حمادة إبراهيم. الهدف التالي اهلا بكم مره ثانيه، ودلوقتي في فقرتنا التحليليه مع المحلل الفني المميز والمتميز، ويعني نجم قناه الزمالك ونجم نجوم سوشيال ميديا الزمالك كمان، الاستاذ او الكابتن علاء عطا. اهلا بك علاء، ومنورنا دايما هنا في الزمالك، وطبعا اخونا العزيز احمد عطا، يعني اهلا بيك يا شيخ، صديقنا ومذيعنا هنا في فن وهندسه. متشكر على التقديمه دي كتير عليا والله، ميرسي جدا لذوقك. لا شكرا لذوقك يعني، ودي حاجه يعني مش هتيجي قدامك قدام الناس اللي انت ذكرتها. لا ازاي، لا انت حاجه محترمه جدا. انا متاكد ان كثير من جمهور الزمالك بيتابع علاء يعني على صفحاته، ويستحق المتابعه، ولو مش متابعه تابعه يعني هتستمتع جدا جدا يعني. علاء بشكل امين كده، مش مدفوعه دي يا شادي؟ ايه مش مدفوعه؟ لا لا دي محبه. ربنا يخليك، مفيش احلى من المحبه. ربنا يخليك يا حبيبتي. الحقيقه انا الزمالك في الفترة اللي فاتت دي، وهكلم معاك كزملكاوي وبتكلم كمحلل فني يعني، في الألعاب الصالات متألق كعادة الزمالك يعني، وآخرها امبارح ودوري الطايرة وكأس الطايرة في أمر غائب عن بطولات الزمالك من 33 سنة. المشهد ده شفته إزاي؟
مبدئيا كده يعني اللي حصل في فريق الطايره ده يعتبر شبه اعجاز. خلينا نتكلم على كلمه اعجاز، طبعا لانك انت ما بتتكلمش على انك انت كنت فايز قدامك منافس واحد زي كل سيزون اللي هو الاهلي وانت بتلعب قصاده، لا ده انت السنه دي كنت في يعني في حاله شبه انهيار فني شويه في قبل ما الفترات يجي الكابتن الاخيره اشرف رشاد كان السابع الزمالك. بالظبط كده. وانا شفت ماتشات كتيره انت كنت بتخسر ساعات 3-0 من انديه يعتبر مش هنقول ان هي لا يعني انديه الاتحاد محترمه بس ما عندهاش كل بس مش اسم تاريخ الزمالك بالظبط، يعني. وانهم كان بيجاروك السنين اللي فاتت. فحصل انهيار فني السنه دي نتيجه اشياء عديده، منها رحيل رضا هيكل، عدم استقرار اللي كان موجود، شويه امور، عدم تدعيم بمحترفين، عدم تقليل الفجوه الواضحه ما بين عناصر الاهلي اللي يعتبر شبه في كل مركز اكتر من لعيب، بالاضافه ان هم خدوا لعيب منك كان المفروض ان هو عليه الرمق شويه، هو بيلعب حاليا دكه او بيشجع ورا اللعيبه يعني بتاعت الاهلي، وده شيء لطيف يعني. فهو انت كان السنه دي ان انت وصلت دور الـ قبل النهائي، او تخلينا نقول الثمانيه بتلعب سموحه وبعدين قبل النهائي، المفترض ان انت اصلا تلعب الاهلي في النهائي، لكن عشان انت ترتيبك كان سيء فانت بقيت في القرعه قبل النهائي قدام الاهلي. ده معناه ان طريق القرعه كان موديك للاهلي، وده كان طبعا شبه شيء محسوم في ظل ان انت لعبت الاهلي وكنت مغلوب منه 3-0 من نتيجه واداء سيء جدا. فطبعا كل التحيه هنا للي فكر ان هو ما يرميش الفوطه، صحيح. ان يقول لا انا هلعب الجيم للاخر، ان انا عندي العناصر الموجوده على فكره هي ممتازه ولكن محتاجه محرك، محتاجه طاقه اكبر، والدليل على عملته بالظبط، محتاجه استنفار قوه، استنفار يعني انا ببقى ممكن لعيب عندي قوه رهيبه جدا لكن انا لما بحس ان الفريق محبط بالظبط متضايق مش قادر العب، مش قادر احقق، انا صانع لعب بصنع العاب بس الشوط مش باقوى ما يكون، الفرقه اللي قدامي ارياني. فطبعا التدعيم اللي جه وانا عايز اقول بصراحه اشيد بيه جدا، لان زي ما انت ساعات بتنتقد الاشخاص برضو لازم تشيد صحيح. في الوقت ده بالعين اللي اختارت يوسفاني وجور رافائيل ورجعت رضا هيكل. ليه الثنائي الاجنبي؟ لانك انت اولا دعمت المراكز الناقصه بتاعتك اللي هي بتمثل قوه كبيره في كره الطائره، سواء في مراكز الضرب او في مراكز الاستقبال. بسايد انت ما رحتش جبت لعيبه مجرد ان هي مصنفه او مجرد ان هي اسم صاحبة كبير، اسم قديم، لا انت جبت لعيب تقدر تفيدك وتقدر منهم يوسفاني مثلا لعب عندك في الاجواء المصريه فعارف الاجواء المصريه، وجواو كان في الفتره دي يقدر ان هو يلعب لنادي بره اوروبا فانت جبته واستخدمته شهر، والدليل على كده ان هو مضى لنادي فرنسي، وبالتالي هو انت جبت عنصرين قدروا يستنفروا قدرات اللعيبه اللي عندك، وبالتالي اصبح النجم بقى انت كل مباراه تبص تلاقي محمد مجدي، بتلاقي الشيخ مهدي، بتلاقي رشاد شبل، بتلاقي محمد رضا الراجل الليبرو العظيم صحيح. جدا من حاجه يعني فوق الوصف، بتلاقي هشام يسري، بتلاقي فبص اللعيبه كلها استنفرت كل طاقتها، وبالتالي صنفروا نفسهم بالظبط كده. فانت حتى الفكره كلها ايه يا شادي؟ لسه كنت بقول النهارده احنا لما نيجي نثبت المعايير بيني وبينك، يا اما انا وانت بنيجي نتكلم نقول ما انت عندك محترف كان امريكي وانت جبت واحد برازيلي، وبعدين ترجع تقول اصل انت لولا الثلاثه محترفين، ما هو انت لو اختصرت اسف الاثنين محترفين ورضا هيك، لو انت اختصرت ان ده التدعيم اللي كسر الاسطوره اللي قدامك، لعلمك هم فريق قوي فعلا يستحق التحيه ومحترم وفيهم عناصر عظيمه جدا يعني، منهم انا بحب جدا عبد الحليم عبو بصراحه، طبعا اللعيب ده عظيم جدا يعني على الشبكه، حتى انا كنت منتخب مصر برضه الايام يعني اللي الايام مصر. اللي فاتت كنت بقلش يعني شويه على الطول وكده، لكن هو لعيب عظيم جدا. فهو انت لما بتجاري لعيبه زي دي لازم تجيب لعيب على الاقل قوه قدام، فانت لو قدرت ان انت تقول النهارده هم الثلاثه دول سبب الفوز يبقى انت كنت ماسترز على كسر انديه فطبعا كونك انت تحقق بعد 33 سنه تجمع الثنائيه دي فده شيء عظيم جدا، شيء يفرح جدا، شيء ينور لمجلس الاداره حاجات كتير قوي اللي هي الاساس اللي احنا اصلا كلنا قاعدين انا وانت اللي هو فريق كوره، ان انت كيف تنتقي محترفينك، كيف تنتقي من يكون امينا على اسماء اللي ترشح لعيبه لنادي الزمالك بعيدا صحيح. عن السمسره، بعيدا عن الطرق الملتويه ان انت تجيب فيديوهات للعيبه ليست هي التي تبقى تصنع واثق في الفارق الوكيل اللي جايب لك بالظبط كده. وكمان يا شادي الفكره كلها ان انت تجيب عناصر في المراكز اللي التي تحتاجها يعني. بالامانه الفتره اللي جايه
كل اللي انت بتقول على العناصر بتتكلم فيها دي، هي دي الافكار اللي موجوده دلوقتي في اداره الكره في الزمالك، اختيار عناصر مميزه ومفيده، ومش هنجيب زحمه يعني، تجيب حد مالي مركزه زي بالظبط كده. بالظبط كده، ما هو اول التخطيط السليم ان انت استقدمت فيريرا، وفيريرا مش هيقدر بالعناصر دي يحقق كل اللي انت متخيله كمشاهد ان هو استنفار تكتيكي، لان كان في فرق سكواد ما بين 2014 15 والحالي. مش بقول ان في سوء او ان الفريق العدد، اولا كان عندك قدره الاول ان انت تشتري تدعم والسنه دي ده ما تمش بسبب ايقاف القيد. الحاجه الثانيه ان في عناصر خذلت جمهورها الى حد ما، وعناصر المحترفين لم تصنع الفارق. في عناصر بتفكر للأسف في التجديد بالظبط كده، والعناصر المحترفه لم تصنع الفارق، وهي دي المشكله اللي انا بدات بيها حلقه الطايره بالذات واشدت بيها. اولا انا بناشد طبعا مجلس اداره، وان كل ان دايما الاستقرار، ان دايما لما بنقول بيضه ولا الفرخه، لا مش عايز اقول كده، بس اساس اللعب اساس الحاجه هي المدرب. استمرار فيريرا ده مش رفاهيه، التجديد مع فريرا واستمراره وتدعيمه ده مش رفاهية. السمع لفريرا في العناصر اللي عايزها، وعدم فكرة ان انا اروح اجيب لعيبة كتير وبعدين اشوف مين اللي يصلح فيهم، لا انا عايز لعيبة تكون افكتيف. لو حتى القايمة اختصرناها شادي لعشرين لعيب قوي، ثم بندعمهم بمحترفين، ثم بندعم ناشئين طالعين عليهم الرمق والعين. هو ده الاهم شيء. بالظبط زي ما انت عندك كابتن اشرف رشاد قدر هو ينتقي اللاعبين المحترفين، قدر نتكلم على اوليفر روي دلوقتي مدرب عظيم جدا في كره اليد. في الباسكت يعني نامل ان بطوله البال تبقى عوض، انا مش عايز ارمي فوطه الدوري اللي عندنا لسه مباراه مهمه بكره، لكن فرصه يبقى موجوده. نامل. انا قاعد اسمع الصفقات السله السنه الجايه، ويمكن برضو فريق السله السنه دي اتظلم بقله التدعيم وعدم الاستقرار والحاجات دي. ده اللايحه اتحاد الكرة السلة الغريبة دي، واحنا حتى الاسم يا شادي اللي احنا كنا ممكن نتعاد معاه في بداية الموسم ما حصلش. وبالتالي انت السنة دي جزء من اللائحة انك انت البطل، مالكش غير تدعيم لاعب واحد بس. ما حتى اللاعب الواحد ده ما تمش. كان في تخاذل في هذه النقطة. يعني احنا زي ما بنقول في مجلس جاب روي، في مجلس تخاذل في حتة معينة، احنا في الآخر بندار على مصلحة الزمالك. صح. وبالتالي حتى المجلس الحالي لم يتعامل بعشوائية مع فريق اليد، لم يتعامل مع روي على انه هو جاي من فين ولا لا، هو في النهاية المصلحة العامة. عندنا مباراة سوبر 3 أيام جايين، نتمنى نتوج ببطولة السوبر عشان نخش المعترك الأفريقي سوبر أفريقيا واليد إن شاء الله. وبالتالي أنا أتمنى إن فريق كورة ينتبه إن الجمهور الملحمة اللي عاملها مع النهاردة المحترفين بتوعك، لما هم بصوا متابعينهم على الانستجرام جايين هم في حالة انبهار، حالة انبهار من الجمهور. أنا مش بقول ده يعني شيء يبيع، بس أنت في الآخر المحترف بيسأل نفسه، ما أنا جيت فريق كبير خدت بطولتين في مدة قصيرة، عندي متابعين، النهارده انا هفكر زي ما بنتكلم على فكره فرجاني مع اختلاف المقارنه الى حد ما. في النهايه ده برضو اللعيب بيحب كده، فتبص تلاقي اللعيب الكوبي منبهر بده، اللعيب البرازيلي يقول لك لا انا هرجع تاني انا، فكل الكلام ده بيخليك في النهايه هو جمهور الزمالك بيدلع. ما بالظبط كده، احنا بناخد الناس بتحب تدلع. بالظبط كده. انا واحد، انا حتى يعني اللعيب البرازيلي ده انا على الانستجرام على طول، انا نفسي حتى ممكن تكون انت في الميديا لكن انت حابب تبقى طفل في التشجيع. يعني حتى الزمالك بيخلينا اطفال فعلا. صحيح. يا شادي يعني انا الواحد بيكبر ومع ذلك هو لسه الطفل اللي بيشيل العلم، هو الطفل اللي بيهيص، هو اللي بتف. حتى ابني كان معايا في بطوله البال، ولما كنا بنشجع حاسين احنا اطفال، يعني انا طفل في التشجيع، هو نفسه بيبص يعني مش عارف ابوه ازاي يعني، انت فاهم. بس يعني فهو الزمالك سيخلق الطفل ده وهيتركه دايما. حتى مباراه الطايره انا اول مره احس بالطايره، يعني حتى الطايره خلونا امبارح يعني اول مره تحس ان مباراه الطايره دي فيها اثاره. احنا طول عمرنا بنتفرج على مباراه الطايره دي جدا، يا اما تلاقي بس منتخب مصر فتلاقي في فرق رهيب قوي. كره الطايره العالميه يعني امبارح انا اتفرج على نقول في لعبه هي قمه الاثاره، تبص تلاقي في لعيبه فرقه بتعلي عليها، يعني الباسكت لعبه الثواني، مش عارف اليد في اللحظات الاخيره. امبارح الطايره حسستنا لا، والنقطه 23 دي كانت عامله لي عقده امبارح بس عدناها يعني الحمد لله. هنكمل كلامنا لكن الاول هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع علاء، والمره دي بقى هندخل في كره القدم بقى وفريق الكوره. اهلا بيكم مره ثانيه، وما زلنا مع علاء عطف في فقرتنا التحليليه، وزي ما اتكلمنا على الطايره والتدعيمات هنروح دلوقتي بقى لفريق الكوره. عاوز اسالك علاء، انت شايف ايجابيات ايه اللي ظهرت في الزمالك بعد ان جاء فيريرا
كمدير فني للزمالك. خلينا نقول ان نرجع شويه فلاش باك ونقول ان فريق الكوره السنه دي تضرر كثيرا بعدم القيد بعض اللاعبين اللي هم جولوا، وانه كان عنده فرصه تدعيم يناير برضو راحت عليه. فالسنه دي احنا بادئين سكواد مش عايز اقول ناقص، مش هقول ضعيف ولا هقول حاجه، عشان بس نحط هو العدد بتاعه عليه. طبعا في مشاكل، في نواقص في بعض المراكز بشكل واضح، في بعض التدعيمات في مراكز كانت هامه، الاعارات من وجهه نظري كانت عشوائيه اللي تمت خصوصا في بعض المراكز. يمكن الاحتياج المادي مركز واحد، مركز الهجوم، الهجوم اسامه ومروان ما كانوش يمشوا. اسامه على الاقل، اسامه على الاقل عشان ابقى واضح، لان مروان كان عنده سوء توفيق، فانت كنت ممكن تعمله ريفريش شويه بره. لكن اسامه كان لعيب انت المفروض اصلا بتقول ان هو احتياطي مصطفى محمد، فلما يمشي يبقى هو رقم اثنين، فيتحول لثلاثه، يتحول لاربعه، ثم يخرج بره. لا، كان محتاج نظره اشمل شويه، يبقى فيها تفضيل المصلحه العامه عن اي ماديات. لكن خلينا نقول سبب المشكله الهجوميه اللي كانت واضحه في الزمالك، او ايه سبب ممكن رحيل اسامه بشكل ما او باخر، هو ان الخطه اللي كان باني عليها كارتيرون ان هو عايز سترايكر دايما طويل بيقدر يتوزع عليه الكور، بيلعبها على الاجنحه، عشان هو دي الطريقه الكلاسيكيه اللي هو بيلعب عليها دايما كارتيرون. فالسنه دي ما كانش فيه توفيق، بالتالي ان كارتيرون كمان اتسحب منه العناصر اللي كانت مهمه، استنفار القوة عند لعيبه الزمالك اصبح ضعيف جدا. خليني اقول لك ان مباراه الاهلي تحديدا الكارثيه اللي طبعا تمت كانت هي الشراره للاسف اللي احنا ما اتعظناش منها. كان ليها رواسب سيئه جدا، بدات الثقه بين الجمهور والفريق، او على الاقل الجمهور كان عنده ثقه شويه ان الفريق ده ممكن يقاتل. بعد المباراه دي نزل الكيرف جامد. الثلاث اسابيع اللي قبليها فوز 2-0 كان زيزو وعمر السعيد، فادى مساحه كمان لانهم ممكن نفوز على الاهلي، ثم مشهد ال 3-0 في اول شوط كان الموضوع كارثي، الاداء كان كارثي، فبدات الكيرف ينزل من الوقت ده، او انت افتقدت الثقه في العناصر بتاعتك. المحترفين لما يصنعوا الفارق يا شادي، وهي دي مشكله، وانا ضربت مثال للطايره، عشان انا اتمنى مجلس الجديد، اتمنى العين الجديده اللي جايه تبقى في استراتيجي معينه محطوطه، عشان انت تختار محترفينك وتنتقيهم بعنايه. قاره افريقيا مليانه مواهب، الشامبيونز ليج كان عندك فرصه ان انت تشوف الانديه اللي عندك، ادي بترو لوان، بترو اتلتيكو صعد، عندك بعض الفرق حتى في الكونفدراليه في لعيبه، عندك عناصر من الدوري الجزائر افارقه، عندك شويه افارقه نقدر احنا نتجه تاني نرجع شويه لكفايه شمال افريقيا. كفايه الواحد استوى يعني، خلينا نقول ان على الاقل السترايكر مش لازم يبقى شمال افريقيا. يعني اتمنى يكون حد بقى يعني من كاتيجوري عالي، حد عنده يعني مهاجم بقى، يعني معلش مع كامل احترامي اللي موجودين حاليا، بس مهاجم هيصنع الفارق ايا كان مين اسمه، اي حد مهاجم افريقي، العناصر اللي هي محتاجه فيها. يعني انت ما ينفعش انت تبقى عندك باك يمين منتخب تونس مستواه بيقل بهذا الشكل، عندك قلب هجوم ونجم احتياطي، سيسي احتياطي، فانت مش جايب محترفين، لا ده نجم تقريبا خارج الحساب بالظبط. فبعض دي المشاكل. طيب فيريرا عمل ايه بقى؟ فيريرا جه عشان نجني يحاول يصلح، وطبعا كان قرار حكيم مجلس اداره ان هو يروح لكلاس ايه تاني من المدربين، عشان زي ما نرجع للنقطه دي تاني، يمكن الدروس اللي مجلس اداره استفاد بيها المره دي ان هو يدي الراجل ويدي صلاحيته. خروج افريقي كان سيء جدا، ان انت تلعب كل الماتشات دي ما تحققش فوز واحد يا شادي، عمرها ما حصلت تقريبا، ده كان شيء سيء جدا. اخر مباراتين ما حطتش جو، اخر ثلاث مباريات ما حطتش ولا جون، ده عقم هجومي، ده اللي بيترجم الحاجات دي. ففيريرا اكيد مش بيمتلك عصا سحريه، لكن خلينا نقول ان فيريرا راجل مهتم جدا ان هو يقرب من الخطوط. يعني خلينا حتى عشان الوقت برضو نتكلم ان هو عنده مباراه المصري، مباراه مهمه جدا، مباراه المصري فريق لغايه مباراه نهضه بركان، يمكن احنا نستغل الاثر النفسي السيء بعد مباراه نهضه بركان على المصري، كانوا متعصبين قوي بعد الماتش بالظبط كده. فيريرا بيهتم بالتفاصيل الصغيره، راجل بيستخدم استراتيجيه العمل الجماعي، يعني هو دايما من الولايه الاولى، وكان يمكن رامي يوسف زميلي دايما بتكلم بيه بشيد بيه رامي في الحته دي، وكان عارف الكلام ده، ان هو المنظومه اللي بيشتغل بيها فيريرا من اول المساعد بتاعه، المحلل الاداء، اللياقه البدنيه، هم بيجمعوا الداتا بتاعت اللعيب، هو بيقدر بعد كده بيعرف الداتا اللي على الفريق اللي قدامه، ويبدا يحط الخطه، ويبدا يعمل عليها الاحمال، وبيبدا ياخد الفيدباك من مخطط الاحمال ومحلل الاداء، عشان يبدا يختار ينتقي العناصر اللي هي تجاري الفريق قدامه. لكن هو عالج مشاكل كتيره، منها تقارب الخطوط،
توزيعه المثلثات اللي اللعيبه بتلعب عليها، اللعيبه اصبحت دلوقتي بتلمس كوره وبتدور على اللي جنبه، ما بقاش في فكره احتفاظ الكوره الكتير. بدا واحد زي امام عاشور ينسجم مع المنظومه بتاعت فيريرا، لانه اصبح المهام والخصائص ما بقتش سايحه مع 30 40 متر في الخطوط، لانه اصبح بيتقارب جايبه من اللعيبه. منظومه 4 3 3 دي من اهم الحاجات اللي جه عملها فيريرا. هو دلوقتي بيعملها بشكل مركب شويه، يعني هو ممكن ينزل يوسف اوباما ثالث، بس في بعض الاحيان ممكن زيزو يلعبه تالت، بعض الاحيان بيلعب ثلاثه صراح، لكن هو الراجل من اول الولايه الاولى هو بيميل للخطه دي، واصبح الزمالك عشان ابقى واضح صريح هي دي الخطه اللي تناسبه، لان فكره صنع اللعب بتتم بشكل عشوائي من الزمالك. طارق حامد بيستنزف بشكل كبير جدا في صناعه الهجمه، وخصوصا بعد رحيل فرجاني ساسي. يعني انا كنت اقول لك 4 2 3 1 تناسب حد زي فرجاني ساسي، لكن انت ما بقاش عندك فرجاني ساسي جديد. وبالتالي اصبح الاستنفار الطاقه القصوى من فيريرا. طيب احنا جانينا الكلام ده مباراه الاتحاد السكندري المباراه اللي فاتت، تعثرنا قدام فاركو، فاركو كان مباراه عليها علامات استفهام كتير، يمكن فاركو جراك لان المدرب بتاعه برده عارف فيريرا وعارف الفكر بتاعه كتير. مع عدم حسم الكور الكرات الخطر اللي تمت في مباراه فاركو. لكن خلينا نقول ان فريرا راجع، لازم ياخد صلاحيات، لازم ندعم، لان ما بقاش في عندك رفاهيه الاختيار. الفريق تحسن على مستوى اللعب الجماعي، لكن في عناصر للاسف بتعطل الميكانيزم، مش لازم اذكر اسمائها، لكن ميكانيزم اللعب السلس بيتعطل بقى فيه. بس لكن برضو الخروج بالكوره، خلينا نفصل نفرق بين اللعب اللي هو بنقول بنحضر هجمه من ورا، يعني زي ما بنقول ساعات على كابتن ايهاب جلال يعني ان هو بيحب يحضر من عمال بشكل عشوائي، لا هو فيريرا بيلعبه لما يحتاج اللعب انه يتلعب تحضير من ورا، بيحضره من ورا بشكل اسلوب كويس جدا، ودايما على الاطراف ما بيلعبوش بالعشوائيه من خط الدفاع على الخط النص، دايما بيلعبها بالاطراف وبيبدا يكون مثلثات عشان يعرف ياخد التدريج. التدرج السلس في الكوره ده بيحتاج تدريبات كتير قوي، وان انا شايف الراجل صنع هذا الفارق. بالتالي فيريرا لا خلق يعني الراجل بيحاول يعالج، لكن انا مش هقدر اقول لك السنه دي ممكن نكون احلامنا وطموحاتنا كتيره، لكن عشان المعادله تكتمل يا شادي هي اصبحت على اللعيبه. انا ضربت لك مثل في الطايره، قلت لك اللعيبه اللي جنب المحترفين دول ما استنفرش قواهم الا لما جه اللي يقول لك انت بس محتاج لمسه من ده، انت محتاج قوه من ده. واحد زي احمد سيد زيزو، واحد زي كابتن طارق حامد، واحد زي الونش، لعيبه من هذه النوعيه لازم يعملوا استنفار لقوه اللعيبه اللي جنبهم، يحاولوا ان هم دايما يتجمعوا مع بعضيهم، يبقى كتله واحديهم، لازم يبقى استنفار قوه من خلالهم هم، لان شادي هو ده الامل الوحيد السنه دي ان انت تجاري. بطوله الدوري السنه دي هي الغايه التاني ان انت تحتفظ بيها، ودي التحدي الاكبر. انا مش شايف ان المنافس اقوى حاجه ممكنه، ومش بقول كده تقليلا منه، لكن هو لم يثبت ما يخليك، هو يعني مباراة زي مباراة المصري لما لعب الأهلي، لما قدر يغلق المفاتيح الصحيحة على لعيبة الأهلي، قدر يجاري لعيبة الأهلي، وفي بعض السوء الحظ عند بعض لعيبة الأهلي، فبالتالي تقدر تجاريه، فأنت برضو عندك عناصر تقدر تجاريه. ففي مباراة المصري أتمنى إن لعيبة الزمالك تبقى عارفة كويس إن المباراة هما بقى لهم فترة مريحين، المصري لسه لاعب امبارح مع نهضة بركان، مباراة هتبقى حمل بدني عليه إنه يلعب بعد كده في قصاد الزمالك. في مباراة المصري عنده بقى العناصر، عنده خط دفاع ثابت جاي دايما، لكن عنده اتكلم عن مباراة المصري ولا احمد شديد قناوي عنده مشاكل في الجهة بتاعته، فاتمنى ان احنا نلعب عليها دايما، ده بيبقى في فرق بينه وبين قلوب الدفاع بتاعته. كريم العراقي لعيب كويس، لكن انت تقدر تجبره ان هو يتراجع لما محمد عبد الشافي او فتوح ايا كان مين هيلعب عليه، لكن انا شايف التركيز بشكل اكبر هيبقى على قناوي. عنده خط النص تركيبه عمرو موسى وفريد شوقي، تركيبه هو ثابت بيها دايما، اسامي شهيره يعني سياسيه وفنيه فهو دايما المصري كده، وكروي وطبعا جريندو كمان، وجريندو كمان، فجريندو برضو. فهو عنده الياس الجلاصي لعيب ممتاز جدا، ومحمد داوود برضو محللنا اتكلم عليه ان هو يعني من اكتر لعيبه في تونس بتلعب بالباصات اللي هي المفتاحيه، فهوكي باس، فهو لعيب ممتاز جدا. وعنده أوستن أموتو من يعتبر من المهاجمين الكويسين جدا، بيلعب حسن علي، عنده حمودي، عنده الشيخ، العناصر دي في المصري عناصر قويه، لكن خلينا نقول ان هو مثلا حاطط 17 جون في ال 15 مباراه، فهو مش بالهجوم الكاسح، انت حاطط 28 جون، انت عندك هجوم كويس جدا، عندك خط الدفاع
انت شلت حوالي انت استقبلت مرماك حوالي 14، وده رقم عالي، لكن خلينا نقول فيهم مباراه فيها واحده خمسة فيها خمسه، بالتالي التسعه التوزيعه في مباريات كتير طلعت فيهم كلين شيت. بالتالي مباراه المصري هتبقى مباراه محتاج برضو المصري برضو في ضمن المشاكل اللي في المصري، ان انت لما بتعمل عليهم ضغط عالي يا شادي يعني بيرتبكوا، وده يمكن كمان عشان بيرجعوا كرة كتير لاحمد حارس المرمى احمد مش متذكر اللي اسمه، ولا انا احمد بوسكا لا مش بوسكا، بوسكا مشي خلاص ماشي، خلينا نتذكر احمد الاسم، احمد احمد بس احمد زي كابتن محمود بكر الله يرحمه كان يقول لك ستيفن مثلا، احمد مسعود احمد مسعود بالظبط كده، احمد مسعود. فالساعات في بناء الهجمه دي، فانا اعتقد محلل الاداء بتاع فرير اعتقد ان هو هيبرز له هذا النقط دي، واعتقد ومن وجهه نظري ان الزمالك هينزل ضاغط في البدايه قد يقدر ان هو يحصل على هدف، وخصوصا ان الزمالك برضه من ضمن الحاجات اللي عملها الفتره الاخيره لو خدت بالك يا شادي، في فرق ما بين ان انت تضغط كتله واحده، وفي فرق بين ان انت تقول لعيبه اضغط. فلما يجي يضغط ساعات ممكن النهارده اشرف بن شرقي لما دلوقتي الفرق بينه في الضغط بينه وما بين وقت ولايه كارتيرون مثلا لما بيقرر يضغط، ان اشرف بن شرقي هو بيجري بيفضل يبص وراه يمين وشمال، وبيحاول ان هو يفهم ان الكونتاكت اي انا لو ههجم يبقى لازم الاثنين اللي معايا، لكن لو انا طلعت بصيتش لقيت اتنين تانيين يبقى ما ببيعش نفسي ما اطلعش بره الكور، فيبدا الضغط وسائل الضغط بتختلف، وهي دي حنكه فرير. انت هتضغط لو مش معاك الاتنين هيضغطوا معاك، يبقى الضغط ده ملوش معنى، بالعكس انت بقيت اصبح بتخرج بره اللعبه، يبقى انزل ارجع احسن والعب ميديم لوك احسن بدل ما تعمل بريس من عالي. فانت اعتقد ان فرير هيبريس في البدايه عشان يحاول ان هو يكسب المصري في يمسك الخطوط في البدايه. فهي دي الفكره. فهو لو النهارده مباراه المصري اعتقد والزمالك عنده احصائيه مش عاليه قوي ان هو ما بيحطش جوان في اول ربع ساعه كتيره، وبالتالي لو هو الزمالك قدر ان هو، واكيد المصري سيتلقى هذه النقطه ان هو هيحاول يجاري الزمالك اول شويه عشان يحاول ان هو يخطف جون، وبالتالي لو انت جريت المصري في البدايه استنفرت قواتك اعتقد ان احنا ان شاء الله باذن الله هنجاري المصري بكره باذن الله ان شاء الله يوم الخميس، يعني الخميس ربنا يوفق الزمالك باذن الله في مباراه المصري. طيب في سؤالنا الأخير هو خاص بكابتن إيهاب جلال. تمام. النهارده طلع خبر كده غريب، يعني إنه كابتن إيهاب جلال هيعتذر ويجي كابتن حسام، وده كان في لحظة الإفطار بتاع اتحاد الكورة النهارده، يعني شائعة كده، وبعدين اتحاد الكورة على طول يعني ما استناش نفى الشائعة دي وأكد إنه الكابتن إيهاب جلال مستمر، وإنه الموضوع دلوقتي بس هيعملوا المؤتمر يوم الخميس الجاي ولا بعد العيد، يعني الموضوع خلاص يعني. انت شايف فكره وجود الكابتن ايهاب جلال كمدير فني للمنتخب المصري دي فكره كويسه ولا متحفظ عليها؟ يعني كحازم امام مثلا، حازم امام متحفظ على الفكره. تمام. انت بالنسبه لك ايه؟ يعني انا مش عايز اقول مصطلحات عميقه، ولا عايز اقول متحفظ، ولا عايز اقول، انا هقول لك الموضوع ببسيطه جدا. هو مجلس اداره اتحاد الكوره هو كان بيفاوض كيروش على الاستمرار، صحيح. ولم يصل الى الاتفاق، ثم اذا ببسطره الفكره انت بتجيب مدرب بمدرسه مختلفه كرويه تاني يعني. بالظبط كده، بسطره حرفيه. الكابتن ايهاب جلال من بيحاول ان هو في المطلق اي حاجه يمسكها لازم تحضر الكره من ورا، اي حد في التاريخ لازم يحضر الكرات من ورا. راجل عايز كره جميله، عايز يلعب باسلوب معين ينفذ، معلش انا كامل احترامي بس هو عايز الناس تشاور ان ده طريقه لعب كابتن ايهاب جلال. لكن انا بقول لك يعني اللي اختار كابتن ايهاب جلال وكان بيفوض كيروش للاستمرار، اديني عقلك يعني. انت النهارده ده راجل برتغالي بيميل الى المدرسه اللي هي بتاعت فريرا، المتحفظة بتاعت الادوار المركبه، بتاعت الادوار والالتزام. وليه هذا برضو يا شادي؟ ما هو الراجل ما بيجيش يقول انا عايز العب ده، هو الراجل بيجي يقرا العناصر. انا قلت قبل كده كانت حتى مع كابتن طارق يحيى، قلت له جيل حسن كابتن حسن شحاته دي كان فيها عناصر عظيمه جدا متنوعه ما بين التكنيك والتكتيك، فكان كل لعيب حتى عنده حسن الصرف. متفائل بالكابتن ايهاب؟ انا شايف ان كابتن ايهاب جلال جاي عشان نفس طريقه كابتن حسام بدري، اللي هو انا دلوقتي ما عنديش معترقات عظيمه قوي ان انا اخسرها، فلو خسرتها مش مشكله، افريقيا سهله ان انا اصفي فيها،
مش عارف ايه كده لغايه هو ما نشوف طبعا في النهايه ده. طبعا نتمنى التوفيق للكابتن ايهاب جلال، اكيد كله بيتمنى التوفيق في الاخر منتخب يا شيخ، بس منطقك منطق طبيعي جدا. اللي كان بيختار كروشي ازاي اختار بالظبط كابتن ايهاب جلال؟ دي بغض النظر محتاجه اصل ده هي دي فكره التحفظ، هو كابتن حازم امام مش بيتحفظ من المطلق، انا النهارده انا بختار زي ما قلت لك كده، انا عايز انه مدرسه فالمدرسه في النهايه اللي بتحكمك، فلو خلاص ايهاب جلال هو الاختيار اكيد هندعمه، لكن هل انت تتوقع ايه؟ انا توقعي يعني ما اعتقدش ان احنا هنوصل ليفل عالي، ده توقعي، لكن اتمنى ان هو يكسر كل خلاص كلام. في اول يونيو ان شاء الله اولى مباراه الكابتن ايهاب جلال، وهنعرف ساعتها الدنيا ماشيه ازاي مع الكابتن ايهاب مع المنتخب المصري. طب ما تجيبليش بس الفيديو اهم حاجه بتاعي بقى وتفضل تقول شوف اكيد اشوفكم بكره ان شاء الله، واشكر علاء في نهايه حلقتنا، وان شاء الله بكون معاكم بكره مكان الكابتن خالد الغندور، وان شاء الله على خير. سلام.